بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية يا شباب. اليوم عندنا Logistic Regression، هذا شابتر 5. Logistic Regression هو الألغوريثم اللي بيقابل نايف بايز. نايف بايز كان اسمه Generative، كان من نوعية Generative. أما Logistic Regression وأنواع يعني وأسماء كثير حنتعرف عليها، هذه من نوعية Discriminative، وبميز في التفاصيل في الديفرنشيتيف، يعني بيميز في الاختلافات اللي بين الفيتشرز، تمام، او بين الجهتين الكلاسز اللي حنميز بينهم، الفيتشرز الخاصه بكل كلاس. اوكي، حنتعرف على اذا التمييز بين الجنريتيف والديسكريمينيتيف في هذا الفيديو، وحنشوف مع بعض يعني كيف نتعرف على الفانكشن بسمها سيجمويد، اللي هي أساسية بالنسبة لتحويل القيم من صفر لواحد، حيث تكون probability زي ما عندنا probability إحنا من صفر لواحد، تمام. وبنشوف example بعد هيك بنطبق عليه، ثم conclusion يعني بنلخص إن شاء الله. أوكي، لقيت ربما كثير منكم سمعوا بأغاثا كريستي، كاتبة القصص البوليسية. يعني في إحدى القصص بتحكي جملة معينة بوردها هانا، بهمناش إيش هي بتقول، لكن بقول لك إنه القارئ هذا الغلبان من الصعب عليه deciding who done it، مين اللي عمل العملة. يعني معظم القصص البوليسية ما هي فيها جريمة، يعني فمين اللي فعل الجريمة أو نفذ الجريمة؟ الكاتبة بتكون حاطة كلوز، يعني بعض الإشارات أو الدلائل أو كذا، لكن بيقدرش القارئ يعطي وزن لهذا ووزن لهذا ووزن لهذا، بحيث يحذر مسبقا مين المجرم اللي فعل الجريمة. هذا مجرد تقديم، لكن في الحقيقة يعني إحنا بنحتاج ده كثير من الأحيان الماشين حتى تساعدنا. ففي الماشين ليرنينج في عندنا اللوجيستيك ريجريشن الجوريثم، هذا بيساعدنا كويس. وي انتروديوس ان الجوريثم ذات از ادميرابلي سوتد فور ديسكفرينج ذا لينك بتوين فيتشرز اور كيوز، يورجينا العلاقات بينهم اند سام بارتيكولار اوت كم، العلاقات بينهم وبين الاوت كم اللي هو يعني مين اللي فعل الجريمه، بحيث نحذر مين هو هذا الشخص. الالجوريثم هذا اسمه اذا Logistic Regression، بعد شوية بنعرف من وين أخذ الاسم تبعه. كويس. Natural Language Processing Logistic Regression is the baseline supervised machine learning algorithm، هو البيزك خالص، بعد هيك بتيجي باقي الألغوريثمات اللي فيها أكثر تعقيد من هذا الألغوريثم. إذن هو البيز فور classification and also has a very close relationship with neural networks، هو في الحقيقة قريب من جد من النيورال نتوركس، وكأنه النيورال نتوركس هي ايش؟ هي سيريز اوف لوجيستيك ريجريشن كلاسيفاير، كأنه كلاسيفايرز ورا بعض عاملين سيري بنف، يعني هم بيطلعوا في المحصلة هو النيورال نتوركس. لذلك الموضوع مهم جدا انه نفهمه ونستوعبه، وهذا الكلام اللي حينحكى في هذا الشابتر، هذه الجزئية يعني حيتكرر كثير بعد هيك، وحيعتمد عليه أشياء كثيرة في هذا المساق وفي مسافات جاية في مجال الـ Artificial Intelligence بإذن الله. طيب into one of two classes، إحنا دائما في Logistic Regression بدنا نحدد one of two classes، مثلا positive أو negative، زي Sentiment Analysis تحليل الشعور، بنقول هل الشعور هذا positive عند هذا المعلق اللي كتب الكومنت، أو الشعور تبعه negative موقفه، تمام. هذا في حال لو كان اثنين كلاسز، وممكن يكون عندنا مور ذان تو كلاسز، بنسميه مالتينوميال لوجيستيك ريجريشن، بيشتغل هيك وبيشتغل هيك. اوكي، بدنا نميز شويه بين الجنريتيف والديسكريمينيتيف. هذا الكلام انذكر في الشابتر الماضي لكن ربما ما كانش واضح كثير، حنوضحه الان اكثر من خلال القط والكلب اعزكم الله. فلو انا بدي اميز بين 1000 صورة مثلاً أو مجموعة من الصور، أقول هذا كلب أو هذا قط، كويس؟ في حالة الجنريتيف
وكأنه بيتساءل what cats look like، بيحاول يعرف شكل القطة أو شكل الكلب، وكأنه بده يرسم، بقول الكلب عنده أنف هيك، عنده أذن طويلة مدلية كذا، بحاول يعرف بالضبط إيش مواصفاته، ولما بيجي له حاجة بيقدر هل هي من هان أو من هان. كويس؟ لكن الديسكريمينيتيف بحاولش يفهم طريقته، بحاولش يفهم كيف شكل القطة ولا كيف شكل الكلب، هو بحاول يشوف الفروقات، أي يعطيني أي حاجة فيها فرق. على سبيل المثال لو كان في الصور اللي عندي كل الكلاب لهم ربطة عنق زي هذه، تمام؟ فخلص هو بالنسبة له حل الموضوع، بقول لك عندي فيتشرز اللي هي فيتشر اللي هي ربطة العنق، وبعطيها ويت عالي جدا، إذا أي صورة لحيوان بعد هيك بتجي له في التستنج، أي حيوان عنده ربطة أوب هذا كلب على طول. كويس؟ هو أخذها هذه الشغلة من التريننج. فهذا هو الديسكريمينيتيف. طبعا مش بس ربطة العنق، هو بيحاول يدور على أشياء هان وهان فيها اختلاف، بيدور على اختلاف بالتحديد حتى يميزهم عن بعض. أوكي. النايف بيز بيحاول بيحسب يعني في أي كلاس التقدير تبعنا الاستيميتد للكلاس، فاكرين انتوا الارج ماكس الفانكشن، وبيطلع بياخذ البروبابيلتي الاعلى من المحاصل ضرب اللايكلي هود مع البريور، اللايكلي هود مع البريور. لكن ان كونتراست او باي كونتراست في الديسكريمينيتيف موديل اللي احنا بصدده الان اللي هو لوجيستيك ريجريشن، it will learn to assign a high weight to document feature that directly improve the ability to discriminate. بيحاول يعطيني هاي ويت للاشياء اللي بتعطيني اختلاف كبير، زي ما قلنا قبل شويه مثلا الربطه، ربطه العنق هذه بتاعت الكلب، فاعطاها هاي ويت عالي لانه هي عامله له اختلاف كبير بين القط وبين الكلب حتى يميز بين الكلاسز. طيب في عندنا الكومبوننتس اوف probabilistic ماشين ليرنينج كلاسيفاير، ايش هي مكونات اي كلاسيفاير؟ يعني عفوا قلنا التالي، في عندنا الفيتشر ريبريزنتيشن اول حاجه، انا عندي كل الاوبزرفيشن الواحد، الاوبزرفيشن يعني وكانه السطر في الداتابيز او السطر في التيبل، والسطر فيه مجموعه فيتشرز، فهو اكس هاي الاي فوق اكس اي، وكل فيتشر اعطاها رقم اكس 1 اكس 2 اكس لعند اكس ان، وهذا الفيتشرز عبر عنهم فيكتور، فيكتور بالطريقة هذه، تمام؟ وبكمل هان we will generally refer to feature i for feature i for input ال x ل j، الآن ال x ل j هي ظلت ال x ل j ب x i فوق j، إذا ال input هو j x j، لكن ال الفيتشر اي الفيتشر اي الاكس جي هو كانه رقم السطر، رقم السطر كله في التيبل، تابل بسموه، رقم التابل او الريكورد او السطر هو الاكس جي، لكن بعدك الاعمده ماشيه اي، الاعمده هي الفيتشرز اكس 1 اكس 2 اكس 3 وهكذا، تمام؟ اذا جي كانها رقم السطر واي هي رقم العمود. طيب هذا من باب التبسيط، قال لك حصير عندنا اف اي هي اف اي اكس اور مالتي كلاس، حالة المالتي كلاس حيعبر عنها بالطريقة هذه سي اكس. طيب في عندنا في الـ components كمان a classification function that computes الـ estimated y، y هي الليبل يعني positive أو negative أو إنه y تساوي 1 أو تساوي 0. كويس؟ ف The estimated class via the probability ل-y اللي هو الليبل، the probability لليبل given x اللي هي الobservation، x هي كل الobservation. كويس؟ فحنستخدم الفانكشن sigmoid، وبعدين حنستخدم للمالتي كلاسيفيكيشن حنستخدم للمالتي كلاس السوفت ماكس، تمام؟ فحنتعرف اذا بعد شوي على الفانكشن sigmoid، هذه الكومبوننت الثاني. في عندنا الكومبوننت الثالث اللي هو بنسميه an objective function for learning،
اللي هي الكروس انتروبي لوس فانكشن. الكروس انتروبي لوس فانكشن اللي هي يوجوالي انفولفينج مينيمايزنج ايرور اون تريننج اكزامبلز. فقلت لما احنا بنعمل تريننج بيطلع معي قيمة، لكن هو احنا عارفين الجواب الاصلي، احنا عارفين الجواب الاصلي كويس، بالذات لما نعمل على الديف ستة الديفلوبمنت ست احنا عارفين الجواب الاصلي، فبنقدر قديش نسبة الخطأ وبنحاول نعمل مينيمايزنج، نعدل في الويتس، حيجي بعد شوية حاجة اسمها الويتس، نعدل فيها حتى يطلع عندي المينيمم لوس او المينيمم ايرور. تمام. اخر حاجة اللي هي ستوكاستيك جريدينت ديسنت، اللي هو التدرج النازل يعني او الهابط. ان الجوريثم فور اوبتمايزنج ذا اوبجكتيف فانكشن كويس، هذا عمليه اوبتمايزيشن، وي انتروديوس ذا ستوكاستيك جريدينت ديسنت الجوريثم. اوكي، اللوجيستيك ريجريشن هاز تو فيزز زي كل الشغل السابق، في عندنا تريننج وفي عندنا تيست. فبقول انه وي ترين ذا سيستم سبيسيفيكالي ذا ويتس اللي هي باليو بالدبليو بنرمز لها، اند البي هنتعرف على البيس كمان بعد شوي. تمام، هي قال لك يوزنج ستوكاستيك جريدينت ديسنت اند ذا كروس انتروبي لوس اللي هلقيت حكينا عنهم في الكومبوننتس في عمليه التريننج، لازم نطبقهم ونستخدمهم حتى نعمل تريننج ونحسن اداء السيستم. طيب كلاسيفيكيشن، نبدا بالسيجمويد. ايش هو السيجمويد؟ قبل ما نقرا الكلام، هو هي شكلها بسموها سيجمويد لانه هي تشبه حرف الاس، زي ما شايفين حرف الاس اللاتيني هذا تشبهه، فلذلك سموها السيجمويد. وهي القيمة بتاعتها الواي بتساوي واحد على واحد زائد الاي، كلكم بتعرفوا الاي، باور ناقص زد. تمام، نشوف مع بعض هان. consider a single input observation. إذا أنا عندي observation single يعني سطر واحد، سطر واحد سميته x، بعبر عنه ب x، وعندي ال features إذا اللي هي مستخرجة منه x واحد، قلنا x آية x واحد واثنين لعند n كويس. we want to know the probability، بدي أعرف أنا ال probability صفر ولا واحد، أو أنا بدي أعرف طبعا ال الكلاس صفر او واحد او يس او نو، فعشان اعرفه بدي البروبابيليتي للواحد فرضا، بدي البروبابيليتي انه يكون واحد given x given هذا السطر اللي هو that this observation is member of the class، انه هذا فعلا member class هو الgiven يعني. طيب انت خلينا على انه بدي انا الواحد، وقلنا logistic regression solves this task by learning، ايش بده يتعلم؟ by learning from a training set، من التريننج سيت، a vector of weights and bias term، بده يطلع vector من الweights والbias term اللي هم حيطلعوا الان. بقولنا each weight بنرمز له، طبعا كل feature لها weight، الفيت الweight مرتبط بالفيتشر، لذلك wi مش في عندي xi، كل xi لها wi. تمام، وهو عباره عن real number يعني ممكن يكون float number، هو عباره عن real number. اما البيس تيرم بسموه الانترسبت، له اسم ثاني لانه في برسموه بشكل يعني خط تماس يمس الكيرف، خط يمس الكيرف هو كانه الانترسبت. another is another real number، هو another real number that's added to the weighted input، وكأنه الإضافة اللي هي الإزاحة أو البيس أو الميل اللي احنا بنضيفه على الترم. تمام، طيب to make a decision on a test instance after we have learned the weights in training، the classifier first multiplies
each xi by its weight اللي هو wi. كويس؟ بعدين بضيف البي اللي هي البيس. فصار عندي summation، ما دام لكل واحدة بضيف بضرب عفوا كل wi في xi لهم كلهم هم كثار، فصار عندي summation من واحد إلى n بجيب الجمع بلس b اللي هو real number. هذا التعبير، هذا التعبير بدنا نبسطه ونعبر بعد هيك بس إنه z تساوي w dot x، تمام؟ dot product بنسميه w dot x تعبيرا عن هذا السميشن وعملية الضرب، أوكي؟ زائد b. أوكي، إيش أنا بستفيد من السيجمويد؟ ربما بعضكم بيعرفها. إيش بدي أستفيد من السيجمويد؟ تخيلوا على الرسمة هنا عندي، لو القيمة 2 مثلا، الزد تساوي 2 اللي هي إيش الزد؟ هي البروبابيلتي اللي إحنا بنياها، أو القيمة اللي بدنا إياها حصير لها البروبابيلتي اللي هي حاصل الضرب هذا السميشن زائد البي، كويس؟ هي أجت قيمتها 2 هنا، تمام؟ نشوف على الواي ايش بيطلع عندي، لانه الواي هي تساوي السيجمويد، يعني انا حولت القيمه هذه لسيجمويد من الزد، تمام؟ هي فلو 2 اطلع فوق وتعال هيك تلاقي القيمه قريبه من الواحد، قريبه من الواحد. طبعا كل اللي فوق ال 0.5 انا بعتبره واحد، لكن مش كبيره القيم اللي يعني عم ما توصلني للواحد، فيش قيم كبيره. فالسيجمويد بيقولوا عنه شارب، هو شارب اراوند ذا زيرو، شارب اراوند ذا زيرو يعني عنده ميل عالي جدا، بعد هيك بصير على الواحد خلاص. هو بيقول لك سكواتش ايش؟ سكواتش القيم البعيده ايش بسموها؟ اللهم صل على محمد، الاوتلتس، هذه القيم البعيده هو بشيلها خالص، يعني كانها كلها خلص بتتحول الى واحد. قد ما تكون بعدك القيمه بعيده بتصير واحد، والقيمه اللي في السالب قد ما تكون بعيده حتصير زيرو. فاي قيمه هنا في السالب للزد، تمام، امشي على اي قيمه هوب حتعطيك اقل من ال 0.5 في البدايه، حتعطيك اقل من ال 0.5، بعدين كل القيم حتصير زيرو، واللي أقل من 0.5 حنعتبره زيرو، واللي حيطلع زيرو هو زيرو، وهكذا. كويس؟ فهذه المعادلة معمولة مخصوص بحيث أي قيمة على الزد، أي قيمة على الزد تتحول إلى صفر أو واحد، لما بنطلع منها الواي. أي قيمة إذا الزد بوزيتيف بتتحول لواحد، وإذا الزد نيجاتيف تتحول إلى زيرو، تمام؟ فهيك تطلع عنا البروبابيليتي، لانه الواي تكون واحد، انا بدور على انه البروبابيليتي للواي تكون واحد وجيفن الاكس. اوكي، فصار عندي الواي بتساوي السيجمويد للزد، والزد هي هذه، هذه هي الزد، والواي هي السيجمويد للزد، بحيث طلعها بشكل probability range، الرينج بين 0 إلى 1. فقلنا it tends to squash the outlier، القيم البعيدة هذه الشاذة، الشاذة بنسميها، تتحول يا 0 يا 1 اللي هي البعيدة. طيب احنا حتى يصير هذا probability لازم يكون probability لأنه الواي تكون 1 زائد البروبابيليتي لانه الواي تكون زيرو مجموعهم يساوي واحد، مظبوط؟ ضروري السم يكون واحد والا ما بتكونش بروبابيليتي. لذلك اذا البروبابيليتي للواي تكون واحد هي هذه، هي هذه القيمه، فالبروبابيليتي لانه الواي تكون زيرو هي واحد ناقص نفس القيمه، هي واحد ناقص نفس القيمه، وهذه حولناها بالطريقه هذه عشان تطلع سيجمويد، وهذه بتتحول برضه وبتطلع لهذه القيمة. اوكي، فالـ 0.5 إذن احنا بنسميها الـ decision boundary. الـ 0.5 بالنسبة للـ y هي الـ decision boundary اللي أكبر من 0.5 واحد، otherwise 0.
على الرسمة واضح جدا، كل اللي طلع لو طلعنا من هان كل اللي أكبر من 0.5 نعتبرهم واحد، واللي أقل نعتبرهم زيرو، وهي حتطلع قيم مش كبيرة، بعد هيك القيم كلها يا واحد يا زيرو. نشوف example مع بعض، نشوف الاكزامبل البسيط اللي أمامنا. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب we would like to know whether to assign the sentiment class. احنا عندنا sentiment analysis، اذا في هذا المثال plus or minus، بدنا نشوف plus or minus. تمام، to review to a review document doc، بالنسبه لكل document. طبعا احنا في ال sentiment analysis بالنسبه لنا الدوكيومنت هو تعليق معين، تعليق معين. تمام، فأنا عندي كل تعليق بطلع منه فيتشرز، كل تعليق بدي اطلع منه فيتشرز. هات نشوف الفيتشرز اللي طلعناها من التعليق. اول فيتشر اكس واحد، قال لك الكاونت للكلمات اللي موجوده في البوزيتيف ليكسيكون. فاكر هذا الكلام حكيناه؟ قلنا مش كلمه كلمه، بنجيب كل الكلمات اللي في البوزيتيف ليكسيكون زي نايس وجود وجريت مثلا موجودة في هذا الدوك، بدنا نجيب عددها. كويس، بدنا نجيب عددها. قال لك هنا ثلاثة، يعني هذا حيصير الويت، هذا حيصير الويت كأنه الوزن. اوكي، عفوا مش الويت، هي عددها ثلاثة، حنشوف هالجيت كيف نتعامل معها عشان نطلع الويت. اوكي، فهذه هي الفيتشرز، وكلنا كل فيتشر تضرب في الويت، كل فيتشر تضرب في الويت. إذا هذه هي الفيتشر نفسها قيمتها 3 الإكس 1. طب من وين جاب قيمتها 3؟ هات نشوف في الرسمة. هي عندي أنا الدوك اللي هو تعليق أحد الناس على الفيلم هذا. إيش بقول؟ It's hockey. هوكي يعني كلمة بالنسبة لهم مش كثير كويسة. It's hockey there are virtually no، هي لحظة كلمة no، surprises، فيش مفاجآت. And the writing is second rate. برضو هذه لاحظوا كأنها نيجاتيف. Okay. So why it is so enjoyable؟ ها هي كلمات بوزيتيف. Why it is so enjoyable for one thing؟ Okay. بكمل. هذا هو بالنسبة لنا الدوكيومنت، هذا التعليق. أول فيتشر إيش كانت؟ قال لي الكلمات اللي في البوزيتيف ليكسيكون عددها ثلاثة. فهي الإكس واحد. قال لك تساوي ثلاثة، وين ندور؟ هو على الكلمات اللي من البوزيتيف ليكسيكون، عندنا great، عندنا nice، عندنا enjoyable. دور كمان ما لقاش كمان. ثلاث كلمات من الليكسيكون، القاموس تاع الكلمات البوزيتيف. فقال انه الاكس واحد تساوي ثلاثة. نشوف الاكس اثنين، هي للنيجاتيف ليكسيكون. لو طلعنا فوق هذا هنلاقي الاكس اثنين الكلمات اللي في النيجاتيف ليكسيكون. دور على اي كلمه من النيجاتيف ليكسيكون وارده هنا، ما لقاش الا هوكي وسكند ريت. فقال انه الاكس 2 اذا قيمه الفيتشر 2. طب الاكس 3 يا جماعه، قال هي ايش الاكس 3؟ اللهم صل على محمد. قال 1 اف نو موجوده في الدوكيومنت، اذروايز 1. تمام، اذا نو موجوده فهي 1. طيب عندي انا في نو، إذا إكس 3 تساوي 1. إكس 3 تساوي 1، أوكي. طيب إكس 4 هي الكاونت، لأنه يكون في ضمائر عندي، بروناوس، يكون في عندي ضمائر، في عندي ثلاث ضمائر في النص، هي هم أي، مي، يو، فالإكس 4 تساوي 3. الإكس خلصنا تقريبا، الإكس 5 إيش بقول؟ انه يكون في علامه تعجب. تمام، يكون في علامه تعجب، فيش عندنا علامه تعجب، فبيطلع واحد زيرو، اذروايز زيرو. الاكس 6 هي اللوج للورد كاونت. انا الورد كاونت كله عندي 66، يعني عدد كلمات التعليق 66، فبجيب ال ان لهم طلع 4.19. هيك طلعنا القيم كلها. اذا الاكس 1 الى الاكس 6 طلعنا القيم. بقابلهم 6 ويتس، هذول بقابلهم 6 ويتس، هي 2.5 ناقص 5 ناقص 1 كذا كذا، هي الويتس بتاعتهم. وكمان عندنا
البي يعتبرها 0.01 يعني قيمة صغيرة. We'll discuss the next section. Okay. بالنسبة للويتس على أي أساس حطها؟ الويتس بحطها لأهمية ومعنى الفيتشر. فعلى سبيل المثال عندي الاثنين ونص هذه أول ويت أول ويت خاص بالكاونت للبوزيتيف لكسيكون، الكلمات اللي جاية من البوزيتيف لكسيكون قديش عددها وبضربه في اثنين ونص، هي أهميتها واعتبر هيك أهميتها. لكن الكلمات اللي من النيجاتيف لكسيكون راح أضربها في ماينس، لاحظوا، لأنه أنا بدور على إنه البوزيتيف، أنا بدي البوزيتيف واحد، بدور على probability إنه الواي تساوي واحد، إنه هذا بوزيتيف، تمام؟ فأكيد الكلمات اللي في النيجاتيف لازم تكون مضروبة في رقم نيجاتيف، وحطها كمان قيمة كبيرة أكبر من الكلمة وزن الكلمات البوزيتيف، تمام؟ فحط لها قيمة كبيرة، اعتبر إنه الناس يعني ممكن ما يحكوش فيها كلمات كثير نيجاتيف، لكن بتكون وزنها ثقيل، الكلمة السيئة بتكون وزنها ثقيل، أما الكلمات الطيبة اعتبر إنه وزنها أقل هو، وممكن يحكوا الناس كثير يعني يكون اطناب عندي وكلمات مكررة. أوكي. فهان ضرب في 2.5 للكلمات البوزيتيف، ضرب في ناقص 5 للكلمات النيجاتيف، ضرب في ناقص 1 لمين؟ فتتذكر الثلاثة إيش كانت؟ إذا عندي كلمة نو، إذا علمي عندي كلمة نو موجودة فضرب في ناقص 1 وهكذا. إذن في كل الأوزان اللي عنده ضرب كل فيتشر بالوزن تبعها، تمام؟ فإذا عندي البروبابيليتي للبوزيتيف إنه الواي تساوي واحد بتساوي إيش؟ السيجمويد صارت لهذه القيم، مظبوط؟ طب هذه القيم هي جاب الأوزان، جاب الفيتشرز، ضرب في بعض طلع عند السيجمويد للـ 0.83. تذكروا الرسمة اللي كانت عندي، هاي الرسمة، جربوا تحطوا في البوينت 0.83 هان ونطلع فوق ونمشي هيك، هو قدرها انه بتطلع في البوينت 0.69 0.7 تقريبا، كويس. فقال لك طلعت عندي السيجمويد الى هذه القيمة بتاعت الزد طلع 0.7، هي بالضبط 0.69. اوكي، إذا طلع هذه القيمة، طلعنا السيجمويد لأنه يكون بلس هذا الكومنت، وطلعنا نفس الشيء لأنه يكون إيش؟ يكون نيجاتيف، يكون نيجاتيف هذا الكومنت، يكون ماينس سنتمنت أناليسيس، فاللي هو واحد ناقص الأولين، طبعا واحد ناقص 0.7 هو 0.3 طلع، واضح جدا، وواضح جدا بعد هيك مين. اذا هذا الدوكيومنت، هذا الدوكيومنت او التعليق هو بوزيتيف، طلع معنا هذا التعليق تصنيفه بوزيتيف. انا بتحدث شويه عن البيريود ديسامبيجويشن، فاكرينه اللي عملنا له سيدو كود قبل هيك ودرسناه في الشابتر السابق، بس حتى ناخذ مثال منه انه احيانا بيكون عندي كومبلكس فيتشر، وهذا مشهور الكومبلكس فيتشر انه بيكون بيعتمدش على حاجة واحدة، الفيتشر الواحد ممكن يعتمد على أكثر من شيء إذا تواجدوا في نفس الوقت وهكذا. فكان عندي مثال مثلاً إذا كان عندي الستريت، هذه إشارة الستريت وراها دوت وأند، لاحظوا في كمان إيش شرط آخر، أند الكيس للكلمة اللي قبلها يكون كابيتال لتر، كويس. فتنتين مع بعض هو عبارة عن كومبلكس فيتشر، تمام. احنا خلصنا من المثال يا شباب، وبنتحدث الان بالضبط عن ديزايننج الفيتشرز، كيف الفيتشرز بتم انشائها والكرييشن تبعها والديزاين، كويس. الفيتشرز ار جنرال ديزايند باي اكزامينينج ذا تريننج سيت، انا من خلال التريننج سيت والاكزامينينج تبعها وذ ان اي وذ ان اي تو لوجيستيك انتيتيوشنز، عفوا انتيوشنز to logistic intuitions and logistic literature and linguistic linguistic to linguistic intuitions and linguistic literature. فهو بيرجع لفهمنا
فهمنا البديهي لهذه الكلمات وفهمنا الليتراتشر مفهوم المراجع وكذا اون ذا دومين في هذا الدومين فهمنا لهذا الدومين وللثقافه وال ويعني ايش الكتب اللي تكتب في هذا الدومين كويس ايش هي عناصره بخلينا احنا نقدر ايش هي الفيتشرز ونقدر كيف انه نحسبها وننشئها كويس وقال لك ان اي لينغويستيك انتيوشن يعني بالعين يعني هذا يدوي بالعمل يدوي هذا الشيء طيب a careful error analysis on the training set or dev set اللي development set of an early version كويس بنطلع فيرجن اوليه بيساعدنا هذا في اكتشاف الاخطاء of a system often provides insights to features بعطيني insights على الفيتشرز وممكن اعمل تيونينج يعني مش من اول مره بثبت الفيتشرز ممكن اعمل تيونينج واحسن على الفيتشرز احسن على الاوزان بحيث احصل على نتائج افضل for some tasks we like it specifically or specially عفوا helpful to build complex features قال زي ما شفنا في المثال هذا احيانا بحتاج complex features for many tasks we'll need large numbers of features ممكن نحتاج اعداد كبيره من الفيتشرز قد تصل الى مئات وقد تصل الى الاف الفيتشرز بنشتغل عليها ممكن ايش يكون عندي فيتشر تمبل في فيتشر تمبليتس ابستراكت سبيسيفيكيشن اوف فيتشرز فور اكزامبل ا دايجرام تمبليت فور بيريود ديسامبيجويشن هذا اللي كان عندنا قبل شويه مايت كرييت ا فيتشر فور افري بير اوف ووردز ممكن اعمل لكل بير اوف ووردز لكل دايجرام هل جاي وراها بيريود حقيقيه ولا اللي هي نهايه جمله ولا فيش وراها بيريود نهايه جمله وحطوا هذا فيتشر لذلك قلنا ايش انه الفيتشرز بتكون هيو فيتشر سبيس از سبارس سبارس لما يكون عندي اصفار كثير يعني فاضي فيش عندي قيم لانه نادر يعني مش كل كلمتين بيجي وراهم نقطه ممكن يجي 10 باي جرامز ما فيش وراهم نقطه او حتى 15 او 20 باي جرام فيش وراهم نقطه وواحده يجي وراها نقطه فهذا بالنسبه لهذا التيبل مثل هذا الفيتشر معظم القيم فاضيه بتكون اصفار وقليل بكون عندي وحدات اللي هو فعلا هذا الباي جرام نهايته او النكست وراه هو النقطه اللي هي نهايه الجمله since we only have to create a feature if the n-gram exists in the position of the training set okay the feature is generally created as a hash طبعا هو بحط الكلمات نفسها بحط النسبه الباي جرامز وهذا بحط قد ما يكون عنده 5 جرام او كذا بيعمل لها هاش بيعمل لها هاش ونسجل رقم بسيط قد يكون من 64 بت هذا الهاش وبتسجل بدل النص كله ال 5 جرام او 6 جرام وهكذا طيب الباي جرام مثلا امريكان بريكفاست از هاشد انتو ا يونيك انتجر طبعا بيطلع بالهاشينج بيعطيني يونيك انتجرز كويس تقريبا يعني يونيك انتجرز بتعامل معاها وبصير هو هذا الفيتشر هذا اليونيك انتجر هو الفيتشر كويس طيب in order to avoid the extensive human effort حتى انا ما اجهدش الانسان وهو يطلع هذه الفيتشرز هذه الفيتشرز مش سهله بالذات اللي بتعتمد على الترايجرام والبايجرام والفور جرام والفايف جرام هذه فيتشر صعبه ممكن ينعمل لها تمبليتس وطبعا التعامل مع هذه التمبليتس في ال NLP الان في له يعني طرق اوتوماتيكيه اوتوماتيكالي ممكن ينعمل من خلال unsupervised system يعني بالعمل unsupervised way from the input وبنطلع بنعمل creation للفيتشرز وبنحط القيم بتاعتها زي ما حيجي معنا لاحقا choosing a classifier هل نختار logistic regression افضل ولا نختار النايف بايز ما رايكم النايف بايز كان عنده مشكله كان عنده مشكله اللي هي الاوفرلي سترونج كونديشنال اوف اندبندنس اسامبشن كان عنده المشكله انه بيعتبر كل الفيتشر اندبندنت ولا واحده بتعتمد على الثانيه وبضربهم في بعض فاكرين بنضربهم في بعض هذا طبعا بسبب مشكله
احيانا، لانه في بكون احيانا قريبين من بعض الفيتشرز او في علاقه بينهم، فلما بنضربوا مع بعض بعطوني ويت عالي جدا لهذا الفيتشر او لهذه الناحيه اللي هي فيها ديبندنسي وليس استقلاليه، بكون فيها ديبندنسي، تصير القيمه تاعتها الويت عالي جدا. لكن في اللوجيستيك ريجريشن الويتس بتتوزع، فلو في اثنين عندهم ديبندنسي بيعتمدوا على بعض فبيقسم الويت جزء لهذا الفيتشر وجزء لهذا الفيتشر، فبعطيني قيم اقرب للحقيقه، بعطيني اوزان وقيم اقرب للحقيقه. Thus ايش قلنا في المحصله؟ There are many correlated features. Correlated يعني مفهوم يعني متحالفه مع بعض، الكارليتس اللي هي التحالفه. Correlated features logistic regression will assign a more accurate probability than naive Bayes. إذا لما بكون عندي features في علاقات بينهم مترابطة ومتحالفة مع بعض بكون الـ logistic regression أفضل. So logistic regression generally works better on large documents. The larger documents or larger datasets. أوكي، هيك خلصنا هذا الفيديو وبنكمل في الفيديو التالي بإذن الله، ويعطيكم العافية. إذا في أي تساؤلات ابعتولي، بنعمل جلسة نقاش إن شاء الله.